شكرا أمال وأهلا بكم. تفاقمت أزمة السكن في شمال غربي سوريا خلال السنوات القليلة الماضية على وقع موجات النزوح الواسعة التي شهدتها هذه المنطقة، وباتت المدن والقرى تضم أعدادا من السكان تتجاوز طاقاتها الاستيعابية، خاصة أنها غير مجهزة ببنى تحتية ملائمة. لنتابع. أزمة سكن يشهدها الشمال الغربي من سوريا، فنزوح أعداد كبيرة من ملاتهم وقراهم أدى إلى اكتظاظ المدن التي لم تكن مجهزة ببنى تحتية بإمكانها تحمل هذا الضغط السكاني، ما جعل إيجاد منزل في منطقة آمنة أمرا صعبا للغاية. يضاف إلى ذلك الارتفاع الكبير في أجور المنازل الذي بات يشكل عبئا مضاعفا على النازحين. غلاء الأجار بشكل عام عم بيصير بسبب أنه صار في كثافة سكانية من هالبلاد اللي هجر النظام. عندك مناطق الغاب، مناطق حماة، مناطق المعرة، مناطق سرائب، هاي تهجروا كلهم ويجوا على مناطق أريحة، إدلب، هالمناطق الشمال صار في كثافة سكانية. وصل متوسط معدلات أجور المنازل في المناطق شبه الآمنة إلى $100 أمريكي، أما المناطق التي تصنف على أنها خطيرة فمتوسط الأجور فيها $50. في الحالتين يعجز كثير من المستأجرين عن تسديد أجور المنازل بسبب الضائقة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها المنطقة. هو سبب منطقة اللي ارتفاع الأسعار، في عندهم شغل زيادة عندهم من أريحة وصار مدى أكثر والسلقين وكذا، يعني بدي أمثل لك أنه هلأ نحن عندنا الأجار 250 ليرة ل 300 ليرة تركي الأربع غرف، بإدلب أجاره $200، بسلقين كذلك الأمر. تبذل بعض المنظمات المحلية جهودا من أجل إسكان النازحين الذين يعجزون عن دفع أجور منازلهم، لكن أثر هذه الجهود يظل محدودا بسبب ارتفاع نسب العاجزين عن دفع الأجور وقلة الدعم المقدم للفرق التي تعمل على تأمين مسكن لهم. بحسب المعطيات الحالية يرجح المختصون أن تستمر أزمة السكن في شمال غربي سوريا بالتفاقم، خاصة مع غياب أفق واضح لعودة مئات الآلاف من النازحين الذين باتوا عالقين في هذه البقعة الجغرافية الضيقة. إبراهيم تريسي، العربي، شمال غربي سوريا. نرحب معنا من غازي عنتاب بالسيد سعد الشارع وهو باحث سياسي في مركز الشرق للسياسات. أهلا وسهلا بك معنا سيد سعد. كيف تنظر إلى حجم أزمة السكن هذه وإلى تداعياتها على كافة المستويات، وما الذي تنظر به؟ نعم، تحية لك وللسادة المشاهدين. منذ منتصف عام 2014 بدأت موجات النزوح إلى الشمال الغربي في سوريا. أولى هذه الموجات كانت ربما من المنطقة الشرقية بعد أبان سيطرة تنظيم داعش على هذه المنطقة، ثم توالت موجات النزوح باستمرار من وسط سوريا من محافظة حمص، بعد ذلك من الغوطة، ومؤخرا من الجنوب السوري بعد استتباب الوضع بما يسمى المصالحة في درعا. معظم هذه أو جميع حالات هذه النزوح كان الاتجاه هو إلى الشمال الغربي في سوريا، نتحدثون عن إدلب والأرياف المحيطة بها وأيضا الأرياف الشمالية والشمالية الغربية من محافظة حلب. هذه المنطقة الآن أصبحت تتواجد فيها كثافة سكانية جدا كبيرة، البنى التحتية هي غير مؤهلة لاستيعاب هذا الكم الكبير من النزوح. وبالمناسبة ما زال حتى هذا الوقت هناك موجات نزوح وإن كانت بسيطة، كثير من المدنيين يهربون من مناطق سيطرة النظام السوري وسيطرة الميليشيات الإيرانية، عوضا أيضا عن حالات نزوح وإن كانت بمستوى أقل هي من منطقة شرق الفرات من منطقة قوات سوريا الديمقراطية. معظم حالات هذا النزوح هو بسبب الوضع الأمني، الملاحقة الأمنية والعسكرية التي تفرضها القوى سواء بمناطق سيطرة النظام أو قوات سوريا الديمقراطية، تحاول يعني بطريقة أو أخرى المجالس المحلية أو المؤسسات المتواجدة في هذه المنطقة البدء بعملية تأهيل أو البدء بعملية إعمار جزئي إن صح التعبير للبنى التحتية، لكن حقيقة يعني المطلوب كبير جدا وخارج عن الإمكان. لذلك ما زلنا نشاهد حتى هذا الوقت هناك تجمعات لمخيمات عشوائية تنتشر على الحدود السورية التركية، يفرض هذا الواقع. غير أن نعم لو سمحت لي، يعني إحدى أوجه هذه الأزمة ارتفاع الإيجارات بشكل كبير جدا اليوم، هل من ضابط للأسعار لسيما أنه عدد كبير من ملاك البيوت وللأسف يستغلون هذه الحاجة للمساكن لرفع الأجور بأضعاف؟
نعم حقيقة لا يوجد أي ضابط باستثناء يعني الضوابط أحيانا الأخلاقية التي تكون هي سائدة. يعني في بعض البلدات في الشمال السوري يكون هناك أشبه بموضوع العرف لما يسمى قيمة إيجارات المنازل، تتعلق الموضوع هنا بموقعها وبحجم هذه المنازل، لكن حقيقة لا يوجد يعني ضوابط قانونية. كانت هناك محاولات لتشريع بعض هذه القوانين في المؤسسات الموجودة في الشمال، سواء في إدلب في حكومة الإنقاذ أو في الحكومة المؤقتة في مناطق الشمال الغربي من محافظة حلب، لكن حتى هذا الوقت لم يتم السيطرة على هذا الوقت. السبب في ذلك هو حقيقة الطلب الكبير، الطلب المتزايد، لأنه كما أسلفت ما زال هناك يعني موجات، ما زالت هناك حركة نزوح مستمرة باتجاه الشمال الغربي في سوريا. يفرض هذا الواقع حقيقة يعني أمور جدا صعبة تتعلق هو بتخديم هذه المناطق، سواء بالمتطلبات الأساسية للحياة من الطبابة والصحة وأيضا التعليم. نعم سيد سعد، أشرت قبل قليل إلى البنى التحتية غير الملائمة أو غير المناسبة لهذه الزيادة السكانية، وقلت أن المجالس المحلية تحاول أن تواكب ربما هذه المتطلبات. يعني ما التي تقوم به وما هي أولوياتها؟ نعم باستثناء الموضوع الأمني، لأنه ليس باليد يعني ليس بمقدرة المؤسسات الموجودة في هذه المنطقة حسم الموضوع الأمني، ما زالت هذه المنطقة تتعرض لمخاطر جدا كبيرة، سواء من القصف المستمر أو حتى من العمليات الأرضية من تنظيم داعش وأيضا قوات سوريا الديمقراطية التي ينفذون عمليات في هذه المنطقة. هناك أولويات تتعلق بالدرجة الأولى بإيجاد مساكن آمنة، مساكن للمتواجدين في الخيام، وخلال السنوات السابقة كانت هناك كثير من المبادرات لمحاولة إسكان أبناء أهالي المخيمات، إسكانهم في بيوت، وإن كانت هذه البيوت هي يعني صغيرة، بيوت إسمنتية، لكن تقي حرارة الصيف وبرودة الشتاء. أيضا الأمر الآخر يتعلق في موضوع الطباب وموضوع الصحة، يعني نتيجة هذه السكن العشوائي ونتيجة ازدياد أعداد السكان تصبح هناك انتشار جدا كبير للأوبئة نتيجة عدم وصول أيضا المياه الصالحة، فينتج هناك وضع طبي جدا صعب. لذلك هي إحدى الأولويات التي تقع على عاتق المؤسسات. وبالدرجة الأخرى أيضا موضوع التعليم، كثير من المدارس في منطقة الشمال السوري هي دمرت نتيجة القصف الجوي. حاولت بعض المؤسسات بعض المبادرات لترميم هذه المنازل، المدارس، لكن حتى هذا الوقت يعني لا يتناسب أعداد الطلبة في تلك المنطقة مع المدارس المتوفرة، فهي أيضا إحدى المشكلات الإشكالية التي تعاني منها. وأيضا حتى عندما نعود إلى نقطة نعم هذا على مستوى الأهداف والنقاط العريضة، المتطلبات العريضة المطلوبة في هذه المنطقة، لكن هل من خطط وضعت لمعالجة هذه الأزمات خاصة على المستوى المادي والديموغرافي؟ نعم إذا أردنا أن نكون صريحين في هذه النقطة، منطقة الشمال السوري الآن هي منطقة تقريبا منزوعة الهوية، نسبة الواصلين إليها هي تعادل 3 أضعاف نسبة سكان المنطقة ما قبل عام 2011، وبالتالي حتى يخلق هذا الواقع يخلق ظروف اجتماعية هي غير معتادة في هذه المنطقة. حاولت كثير من المنظمات إيجاد سكن بديل، لكن أيضا هذا الموضوع يعني يواجه أيضا صعوبة كون أن كثير من عمليات الإسكان البديل تتم هي في المناطق الزراعية. كما هو معلوم منطقة الشمال السوري هي من المناطق الزراعية المهمة في سوريا، تعد هي أحدى السلال الغذائية لسوريا لكثير من المحاصيل الزراعية. هناك أيضا محاولات ربما تكون إقليمية أو أيضا دولية لتوفير ملاذ، ما يسمى بالملاذ الآمن، والملاذ الآمن يتطلب أن يكون هناك بيوت سكنية إسمنتية، لكن أيضا هذه النقطة هي تواجه صعوبة مع منظمات الأمم المتحدة كون أن كثير من الدعم يأتي حصرا لموضوع المخيمات، أي تتواجد العائلة ضمن خيمة، فعندما يتم انتقالها أو نقل هذه العائلة إلى بيوت إسمنتية أو بيوت طينية قد تفقد كثير من الدعم المقدم إليها، سواء دعم غذائي أو دعم طبي أو إيصال مياه شرب صالحة. فهناك حقيقة يعني إشكاليات متداخلة في هذه المنطقة، تحاول المؤسسات المحلية، مؤسسات المجتمع المدني إيجاد بدائل، تحاول فرض حالة استقرار اجتماعي في تلك المنطقة، لكن يعني حقيقة الأمر جدا هناك صعوبة. والسبب الأساسي في هذه الصعوبة هو يعني الازدياد المتزايد لأعداد السكان نتيجة ما زال هناك حالات نزوح، وأيضا المخاطر الأمنية التي ما زالت تحيط في هذه المنطقة. حتى عندما نتحدث هنا عن البنية التحتية، كثير من الطرق التي تصل بين البلدات هي ما زالت غير صالحة للسير بشكل طبيعي، وبالتالي ما زالت هناك الصعوبات، ارتفاع كما ذكرتم في تقريركم.
لكم ارتفاع أسعار المنازل، إيجارات المنازل هو نتيجة هذا الوضع. بالفعل، شكرا جزيلا لك. من غازي عنتاب، سعد الشارع، الباحث السياسي في مركز الشرق للسياسة.